السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته، هناكم فيديو جديد. اليوم عندنا مغلف صديقي، طبعا قاعد هناك، تقدرون تشوفوني قاعد هناك. المهم يعني راح الحين نروح له، نقول له يركب على السيكل، راح اروح بسرعة حق هني هني، راح تشوفونه بس الجبل كذي صغير. المهم راح اروح بسرعة، اضغط بريك بقوة عشان يطيح. يلا تحرك سيارة ما حصل. لكن لو طيحت في اوكي يلا قوم 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 بور. الله الحين بوديك يا بابا جولة في العالم. تعال يلا سأورنا هني. خلاص روح افرقوهم. خلاص فهد خلاص خلاص شلخ لي يدي. شوف خلاص شلخني طبعا. اتمنى اعجبكم الفيديو، لا تنسون لايك سبسكرايب حتى قلتها غلط. المهم شكرا لكم، يلا مع السلامة.